كريم اتفضل. مستمرين معاكم كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان مع الوزير العامر فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عمرو بيه. حب النادي الاهلي وحب اعضاء الجمعيه العموميه حاجه كبيره جدا، حابب تقول النهارده على العرس الكبير وعلى نجاح القائمه بالكامل. الحمد لله، بشكر كل اعضاء الجمعيه للنادي الاهلي، ودايما يا رب يعني بنقدر ونحترم ثقتكم فينا. ان شاء الله كده يبقى الفتره الجايه ان شاء الله فتره طيبه للنادي الاهلي، وان احنا نقدر نقدم حاجه طيبه ليكم، وان اي ملاحظات كانت موجوده ان شاء الله باذن الله كده يا رب العالمين هنراعيها كويس قوي ان شاء الله. وبالتوفيق لقائمه كابتن محمود الخطيب، وبالنسبه لبقيه الزملاء اللي كانوا من خارج القائمه بنتمنى لهم التوفيق والخير في يعني برضه في النادي الاهلي، لانه في الاخر احنا كلنا اسره واحده وعيله النادي الاهلي عيله واحده. رساله لكل الاعضاء على وعيهم الكبير وحضورهم واصرارهم النهارده، لازم ناخد كلمه كلها. طبعا الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي دايما جمعيه قويه جدا محترمه، بتقدر النادي الاهلي وبتقدر كيان النادي الاهلي، وبتيجي في اصعب الظروف دايما، وبتقف سند جنب مجلس اداره النادي الاهلي، وليها قوه على الارض قويه جدا. والنجاح النهارده القايمه الحقيقه كلها كامله متكامله، دي رساله برضو وثقه كبيره، وفي نفس التوقيت انها بتبعت برضو للكابتن محمود الخطيب بتقول له احنا بننفذ رغبتك في ان المجموعه كلها تبقى موجوده، بس كمان احنا لينا رغبات لازم احنا نقدرها ونبص عليها بشكل قوي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك يا رب. مبروك يا رب، مبروك.